مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك ليه لقاء بعد المباراة نشوف قال ايه. مرة أخرى برحب بك كابتن سيف، برحب بضيوفك الكرام ومشاهدينا الكرام. وانتهى لقاء نادي الزمالك ونادي بيراميدز بفوز كبير لنادي الزمالك. الأستاذ أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، أستاذ أمير ألف مبروك. الحدث اليوم هو كسبت النهارده مباراة قمة، النهارده مباراة كسبت النهارده بيراميدز، تقول إيه بعد المكسب وهل ده بيقدمك خطوة كبيرة أو مشوار كبير قوي لنحو بطولة الدوري العام؟ الحمد لله طبعا على المكسب، وهارد لك لبيراميدز، فريق عامل موسم كويس، فريق عنده امكانيات. طبعا كل مباراه بنكسبها بتقربنا للهدف بتاعنا، وخصوصا لو كان قدام فريق زي بيراميدز يعني بيحاول يسبقنا في الجدول. فلما احنا بنكسب المنافس الاساسي بتاعنا او اللي بيضغط علينا في النقط، طبعا بتدي دفع للفرقه وبتحطنا في مكان تاني في الجدول، وان شاء الله نفضل مستمرين على كده. النهارده الشوط الاول، هل الجونين ريحوكم في بدايه الشوط الثاني اللي انتوا بتلعبوا الشوط الثاني بارتياح؟ لا، هو الجونين لما بيجوا بدري يعني دي بتخلي الفرقه اللي قدامنا تلعب اشرس، وما بقاش ما يبقاش عندهم حاجه يخسروها، ويمكن دي صعبت الموضوع شويه. بيراميدز مسكت كوره اكتر لان هم خلاص يعني ما عندهمش حاجه يخسروها وعندهم وقت كبير ان هم يهاجموا. فلا بالعكس، الجونين اللي بدري دول بيبقوا ضغط علينا، لكن الحمد لله اللعيبه رجاله والمدير الفني قدر ان هو يحافظ على النتيجه ويعززها كمان، رغم ان كمان في وقت كتير قوي بدل ضايع اتحسب. فاللعيبه والراجل عملوا شغل كبير جدا يعني. طيب قول لي كده، رغم يعني شايفين الضغط المباريات على نادي الزمالك واللعيبه، عدد اللعيبه القليل الموجود، الونش واصابه الونش وطمنا عليه. يعني الونش ربنا يشفيه، ونش عنده إصابة يعني هو فقد الذاكرة شوية بين الشوطين، و يعني كان لازم يطلع، فإحنا هناخده وهنطلع بيه على المستشفى دلوقتي وإن شاء الله نطمن عليه. يعني بشكره وبشكر كل اللعيبة على الروح وعلى الأداء، وإن شاء الله الفترة الجاية يبقى أحسن يعني. قلت اللعيبه ايه بعد المباراه؟ شايفينك دخلت جمعت اللعيبه كلها ودخلت، وهل هناك مكافآت استثنائيه؟ شكرت اللعيبه وشكرتهم على الروح وعلى الاداء، وطلبت منهم ان هم ينسوا المباراه النهارده ويركزوا ان شاء الله في المباراه الجايه. الدوري لسه مخلص، لسه فاضل 6 ماتشات، في 18 نقطه لسه. طلبت، احنا بنحترم كل المنافسين بتوعنا، بنحترم بيراميدز، بنحترم الاهلي، الفرقه دي فرقه كبيره تقدر ترجع في اي وقت للمسابقه تاني، فاحنا بنحترم كل المنافسين بتوعنا لحد اخر مباراه في الدوري. واللعيبه عندهم وعي بده وعندهم مسؤوليه بده. وقصه المكافئات، الاداره ما بتتاخرش على اللعيبه في المكافئات، واللعيبه بالنسبه لهم المكسب والروح وان الجمهور يمشي النهارده فرحان. انا بشكر الجمهور طبعا جدا، ده اهم بكتير من المكافاه الماديه اللي هتتحط. اخيرا قول لي بنسبه كام الزمالك يعني خد مشوار كبير للدوري؟ حط لي نسبه 70 80 60. ما فيش حاجه اسمها نسب، في حاجه اسمها ان انت تستقتل على كل مباراه وتلعب على ان هي. انا كل ماتش بطلع اقول الكلام ده، بطلع بقول ان احنا المباريات اللي بقى لنا كلها هي مباراه كاس، وان احنا هناخد المباريات كلها بالجديه دي، ولما ناخد المباريات دي كلها بنفس الجديه اقدر اقول لك ان احنا الحمد لله حافظنا على الدوري في مساواه. شكرا.